دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أهلا وسهلا بحضرتك معنا، سعداء بوجودك فعلا. وأعتقد إن إحنا عندنا أسئلة كتير قوي. أهلا. لكن هنبتدي يعني بداية هادئة شوية، هنبتدي من معهد الباليه. أنت خريجة معهد الباليه. أيوة صحيح. يعني تذكري عنه إيه؟ لا كتير لأن دي سنوات طويلة جدا من الدراسة والمجهود، ودراسة الباليه دراسة شاقة يعني مش سهلة أبدا أبدا، بتاخد وقت طويل قوي وجهد طويل جدا جدا، وفي نفس الوقت بتعلم حاجات كتير إلى جانب دراسة الباليه. يعني هي يعني منهج حياة، هي مش بس تعليم فن الباليه فقط، لا هي طريقة حياة. هو الحياة يعني تعبير جميل، ماذا يعني؟ هقول لحضرتك حاجة، يعني مثلا أما طفلة عندها 9 سنين تلتحق بمدرسة الباليه، أول يوم في الدراسة مع مدرسة الباليه تعلمنا شنطة المدرسة لازم يبقى فيها إيه. فمهم جدا في شنطة المدرسة يكون في كيس خياطة صغير عشان تعلمنا إزاي نخيط الشرايط اللي بنربط بيها الحذاء بتاع الباليه، إزاي لو أي حاجة من الملابس اتقطعت نلحق نظبطها. طبعا حضرتك عارفة الحذاء بتاع الباليه ده مؤلم جداً وبيعمل إصابات كثيرة جدا، فلازم يكون في كيس فيه إسعافات أولية في شنطة المدرسة. في شنطة المدرسة، في شنطة الباليه كان في شنطة للكتب وشنطة للباليه للبس الباليه والحاجات فطبعا احنا هنا بنتعلم حاجات كتير قوي غير المهارات الجانبية بتاعت النشاط ده نفسه أو الدراسة دي نفسها. بتعلم ان يبقى في شخصية بتهتم بالتفاصيل، ان يبقى في شخصية بتتعلم الصبر، لان احنا 9 سنين كل يوم بنتدرب 3-4 ساعات بنفس المنهج بنفس الطريقة بنفس 9 سنين. تبتدي من 9 سنين مدرسة الباليه من 4 ابتدائي لحد ثانوية عامة. مدرسة الباليه كانت وما زالت لغاية دلوقتي فيها المناهج الدراسية بتاعت التربية والتعليم إلى جانب دراسة الموسيقى ومواد الباليه الفنية المختلفة. فاليوم بيبدأ من 8 الصبح لغاية 4 مساء. مدة طويلة جدا. مدة طويلة، وأحيانا الطلبة كبار شوية. وقتي أنا قبل ما يبقى في دار الأوبرا طبعا كان في فرقة الباليه، ودي كانت فرقة من فرق الأكاديمية. الطلبة اللي بيستعينوا بيهم مع فرقة الباليه في العروض والتدريبات بيبدأوا بعد الساعة 4 تدريبات مع فرقة الباليه لغاية 7-8 يوميا. فكان اليوم بيبقى من 8 الصبح ل 8 بالليل. مسألة شاقة يعني، جداً مش سهلة أبداً جداً. يعني.